اهم حاجه ان احنا دلوقتي بنتكلم عن ماتش النهارده. احنا عندنا قائمه الاهلي بلا اصابات الحمد لله، قائمه يعني كامله، وفي نفس الوقت احنا يعني لو هنتكلم على الترتيب 12 نقطه، المحله 8، احنا الاول هم الرابع، ولكن ما زال الموضوع يعني في برضو قلق. المره اللي فاتت احنا خسرنا يعني على يعني اكيد فاكر في في العوده، فيعني اكيد ده مش عايز يتكرر، اكيد غزل المحله عنده برضو فكر عايز يضغط بيه على الاهلي. ف سير المباراة برضو كابتن أيمن بتشوف هيبقى لصالح مين حتى في الدقائق الأولى؟ هي مشكلة دايما المباريات المحلة هي الملعب، لأن الملعب صعب شوية. معروف تاريخيا يعني، حتى مش حاجة جديدة طبعا. الأهلي حتى يعني الواحد هو صغير لما كان يتفرج ماتشات المحلة ساعات كانت بتخلص بأهداف غريبة، اللي هو يعني واحد بياخد الكرة ويجري يرفع أوفر، فلافيو يطلع يلعبها بدماغه، الكرة بتبقى رايحة حتة. كابتن سيد عبد الحفيظ مرة عمل جون برضو كده من الأجوان الجميلة. فهي ماتشات دايما المحلة في الملعب ده بيبقى صعب نتكلم في فكره ان اللعيبه المهاريه والتحركات والباسنج والحاجات دي بيبقى ليها اسلوب ممكن يكون اقرب للطرق اللي ممكن تلعب بيها بعض الفرق الافريقيه في ملعبها. يعني مثلا الاهلي العام الماضي او الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا كان ماتش فيتا كلوب، كان بيلعب في ملعب صعب جدا، قدر يتعامل مع هذا الموقف. فهل الظروف تقدر تخدم الاهلي النهارده ان هو مثلا يتعامل مع ملعب المحله بهذا الشكل ام لا؟ اعتقد موسيماني من المفترض طبعا هو كان ليه تجربه الموسم اللي عبر التاريخ. المشكله دي ما زالت قائمه، يعني هي بتبقى ساعات يعني امكانيات، مش محتاج عبقريه قوي. في ارضيه ملعب كل الفرق بتشتكي منها وبتشكل ظاهره تاريخيه على حد تعبيرك، طب ما نشوف حل، ما نتدارك هذا الامر. يعني في الاخر ما بنقدرش تجبر صاحب الملعب او صاحب الاستاد ان هو في معايير معينه لازم الملعب يكون طبعا يعني، لكن حتى لسلامه اللاعبين ما هي المفروض، بس هيجي يقول لك ممكن امكانيات ان عشان تغير النجيله بالكامل او تغير سيستم الاستاد بالكامل ده بيحتاج مصاريف كتيره، ممكن تكون النادي او الشركه ما تقدرش عليها فبيتعاملوا بهذا الشكل، او بالنسبه لهم هم الملعب معتادين عليه. في يعني في ملاعب كتيره بتبقى بالنسبه للانديه بتاعتها هي فرصه ان هم يقدروا يكسبوا عليها فبيستغلوها، يعني عاملين كمين للفرق المنافسه حاجه زي كده. يعني الملعب عموما يعني طول عمرنا الناس لما بتروح المحله بتشتكي من ارض الملعب، يعني مش من حاجه، بالعكس ادعى ان الموضوع يتحل. طيب على كل